أهلا بحضراتكم من جديد في البيت بيتك. اغتصاب طفلة معاقة، كل كلمة في الجملة دي بتحمل جريمة بشعة، لأننا بنتكلم عن اغتصاب أو محاولة تحرش بطفلة، بنت صغيرة ما بتشوفش وهي في المدرسة. يعني اللي بيغتصبها سواء عامل أو مدرس، حد من الناس اللي احنا ادينا لهم ولادنا أمان عندهم. احنا النهاردة معانا في البيت بيتك. يعني الجريمة دي ما حصلتش لأسرة واحدة ولا أسرتين، الحقيقة في الفترة الأخيرة الموضوع كبر وبقى في استغلال كبير جدا لمعاقين في مصر. زي ما قلت في بداية الحلقة، الموضوع بقى يحمل صبغة، يعني كأنه داخل أنه يبقى ظاهرة أنه المعاق في مصر مش واخد حقوقه وما بيتعاملش بالمعاملة اللائقة. سهل جدا أنه أي حد يتحرش بيه أو يتعامل معاه معاملة ضد إنسانيته وضد كرامته وفيها اغتيال لبراءته. إحنا النهاردة قلنا نجيب نموذج، أحد النماذج، لأنه ما ينفعش المشكلة دي تمر مرور الكرام، لا دي لازم نقف عندها وقفة كبيرة، وقفة لنجد حل، مش وقفة بس عشان نقعد ننظر ونقول ايه وازاي وعمل مين عمل ومين سوى. احنا ما بندورش على ده، احنا بندور على الحل. احنا عاوزين المعاق في مصر يبقى حاسس بأدميته. ما ينفعش طفلة ما بتشوفش تتعرض من وحش غير آدمي للتحرش من عامل في المدرسة يحاول ياخدها في الحمام يتحرش بيها، أو مدرس المفروض زي ما قلت في البداية قم للمعلم وفيه التبجيل كذا المعلم أن يكون رسول الرسول، ده ما ينفعش أنه يحاول يمسكها ولا يعمل فيها أي حاجة تختل براءتها وتختل إنسانيتها وأنه يخون الأمانة بالبساطة دي. إحنا النهاردة معانا أحد النماذج، ده نموذج واحد بس لنماذج كتيرة موجودة في مجتمعنا في مصر. معانا مدام إسراء، والدة الطفلة جانا اللي تعرضت للتحرش في أحد المدارس في إحدى محافظات مصر. هي مدام إسراء طلبت أنه ما تبقاش باينة على الشاشة، فعشان كده إحنا ضلمنا الشاشة شوية. أهلا بحضرتك يا مدام إسراء، منورانا. ومعانا أيضا مصطفى كمال، عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى. وبداية مدام إسراء، احكي لنا حصل إيه. مفيش، أنا كنت في يعني أنا كنت بوصل بنتي العادي الطبيعي بتاع كل يوم، وبنتي ما خلصنا اليوم الدراسي، انا اتاخرت عليها حوالي نص ساعه، كان عندي مشكله ما، وبعدين اخدتها وروحنا اليوم الطبيعي. لقيتها بتشتكي من مكان معين ووريتهولي، وكان في حاجه من الخلف كده يعني عامله زي زلال. وبعد كده انا اعتقدت زي اي ام ان هي عرق، العرق الطبيعي بتاع البنت او اي حاجه، يعني اي حاجه كده، اي فضلات بتخرج من البنت في الوقت ده. بعد كده هي البنت مصره انها تقول لي حاجه، وانا مش، احنا في مدرسه ما كنتش سايباها في الشارع مستوعب. يعني ما بالظبط بتقول لك ايه؟ كانت بتشاور لي على مكان معين، وبتشاور لي على، هي عندها 6 سنين، هي عندها 8 سنين. 8 سنين النهارده، 8 سنين بس وقت ما حصل لها الموضوع كان عندها 7. شاورت لي على المكان وبتقول لي انه هناك في المدرسه، اولا انا بنتي مش كفيفه، انا بنتي ضعيفه السمع. فضعف السمع ما بيطلب يعني ما بيكلم، يعني البنت ما بتسمعش فبالتالي ما بتتكلمش. يعني استغل انها ما بتتكلمش علشان يعمل كده، مش هتحكي. من قبلها بكام يوم كانت بتشتكي انه في حد بيخوفها في المدرسه. ايه نوع الخوف او ايه اللي بيحصل انا معرفش، هي بتشتكي ان في حاجه زي عو، زي عفريت، زي حاجه عاديه جدا. مره تانية بعدها بيومين قبل الموضوع ده جات لي ودقنها مفتوحه. المهم يعني بعد كده، بعد ما حصل الموضوع ده، هي دخلت الطبيعي ان احنا اتشطفنا وظبطنا نفسنا وموضوع عادي جدا. فانا بقول لماما الصبح وانا رايحه شغلي، قلت لها يا ماما جانا عندك، ما راحتش اليوم تاني يوم في المدرسه لان انا كانت عربيتي عطلانه، ما كانش ينفع ان انا اوديها يعني. فقلت لها يا ماما جانا عندك، خلي شوفيها وظبطيها، ولو سمحتي
انا شاكه ان في حاجه ورا، بصي كده هل في التهابات، هل في حاجه، نودي دكتور. بس الساعه 2 ماما كلمتني وقالت لي انا عايزه رقم تليفون الدكتور كذا عشان يعني يكشف على جنى. فقلت لها في حاجه؟ قالت لي لا ما فيش حاجه خالص، بس انا عايزه اتاكد. فعلا رحنا كشفنا عند الدكتور، لقيت ان جنى كان عندها 3 شروخ. عندها ايه؟ 3 شروخ في الخلف. وكان في حد يعني حاول، الحمد لله ان هو مجرد محاوله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ما كانتش يعني ما عملش حاجه اكتر يعني الحمد لله. والدكتور كان كمان طمني يعني ان انا كده، انه الموضوع ده بيبقى عامل زي حد عنده امساك جامد شويه، فالموضوع بمرور الوقت هيروح الحمد لله يعني. لكن اللي مش بمرور الوقت هيروح النفسيه بقى. طبعا طبعا يعني الاثار النفسيه اللي لحد دلوقتي اي حد بيجي عند مكان معين ده بتبقى عايزه تاكله يعني. المهم انا رحت القسم، يعني رحت الاول القسم اللي انا تبعه، قال لي لا المدرسه دي مش تبعنا مش تبعنا. انا رحت القسم اللي انا بيتي تبعه، قال لي لا المدرسه دي تبع قسم تاني اللي هو اسم مصر الجديده. اسم مصر الجديده تفضل مشكورا طبعا، انهم تعاطفوا معانا جدا جدا جدا. وانا كنت في دماغي ان هو حارس المدرسه مش ابن حارس المدرسه. حارس المدرسه ده بقى يعني انا كنتش عارف اصلا ايه كينونته في المدرسه، هو حد بيوصل ولاده ويجيب ولاد وحاجات كده، وهي اسره اصلا عايشه جوه المدرسه دي يعني.